بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي قناة أزنغان 24، مرحبا بكم في فيديو لانجلس الإخوان مباشرة في سوق السروال وقنا غدي حريين، غا حريين الإخوان سوق حريين دا يجا في سروال. قبل كي نغدي فيديو الإخوان غنجي الدورة نزار الأثمنة الأضاحي للعيد قبل 2 سيمانات العيد بقرا، وتتشال غتقلب لايك الفيديو باش تدعم من القناة المتواضعة. قبل كي أنا في السوق داخل أقوم إلى الإخوان أن نبدأ سكينة إلى نوم 190,000 إلى نوم نديس 190,000 يا زوري الزنز 220 يا زوري. أقوم إلى توار القانون قد تقسني إذا تساوى من داني تانيت إقالة دانيتا 169 دولار، ولكن ربيع عامه 96 ناس 220,000 قوميين. رمي الحيحورين دي بستاقن، ولكن مقارنة ذلك الثمان سن الثمان يقعد شوي لك خامو الصغير بس قسي عدون طو 220 تصدى حوالي كتاس قوم قومين الإخوان يحوري يدي تورم قبر نوم يتقسم 220 في سنين كذا 220 مشترى من كبرنا. معاودين على السوق اليوم كي داير خويا؟ السوق راه معاود الحمد لله، الخير موجود والاثمنه مقاده. دابا وقت جوج سيمانات العيد واش كاين شي رخا ولا كاين الغلا؟ خويا دابا راه دابا في الساعه راه كاين رخا، ما كاين بوغلا يعني بزاف، راه من الفلاحه اللي راهم واكلين نقولوا سميتو. اما الكسابر كل شيء غادي يعيد، سواء المسكين سواء التاجر. خير موجود. انا عندي هاد البركه هادي. شحال دايرين هادو؟ راهم مساويين 265. ها ايوا اللي عطاو، ها هي اللي عطاو. شحال باغي تبيع؟ ايوا على حسب كل واحد شنو كيسوي شنو راه ساوي. لو كان لو كان اللي ربيتيهم ولا شريتيهم؟ لا هادو تربيه ماشي شريه. اه شحال في عمرهم؟ شحال في عمرهم؟ لا ما كنواصليش 6 شهور. بس باقي صغار. واصلين الحليب هادو. نعم. شنو تقول للناس اللي غادي يشريو؟ واش نصحهم يشريو في الاول ولا في الثاني؟ النصيحة يعني السوق باقي ما باينش، باش نقول لك يشريو في الاول ولا في الثاني، باقي دابا حاليا راه السوق باقي مقاد، باقي معاود. دابا راه مزيان. دابا راه مزيان، أي واحد يتوكل على الله. يتوكل على الله وأي واحد غادي يعيد. خير موجود الحمد لله. أقوم ننتقل لهم الإخوان، ننتقل لغيش ماركة النغني داني تاني تمام شتارم كبار نوم. أقوم هنا إلى موشيني 197,000. اين اشترى قبل اقوى اشترى من قبل نومي حوالينا 197,000 اذا سفيد جملة اين ومينا ربيع اين ومينا يعني شوية للزنف اقوى من مال اخواني توارى من قبل نوم اين 265,000 فرنك اذا سفيد اين حوالينا من خليفرة اسقوا غنى اقوى من اخواني اشترى من قبل نوم بارك الله. الحورينين راه في بوه يضافينا. إن مرة ظهيرة. أقوم من الإخوان إنهم 205 دراهم بشينيت. أنت يا زو 265 يا زو. أقوم من الإخوان كبر نوم. قد سوى من الثاني ثاني ولكن والو قد يزز. شي ناس قل. شي ناس 250 والو يقول كبير شاف. أقوم مشترى من حوريدنا. أقوم هنا 185 الإخوان، هنا توارى من قبل نوم، غادي سرنديين. هذي مزيان شوية إنهم 185 ربيع نسد إنهم 200 فرنك الزنز 200 فرنكيين يال أقوم باش تورد الثمن المناسب يونيت أخويا الدعوة عيانة واخا هكاك الدعوة مازال ناقصة مازال الناس ما كتشريش عاد الناس كتزعموا الناس مازال ما كتزعمش عاد كاين الثمن أخويا الناس ما كتزعمش الناس ما كتزعمش
وانت شنو عندك هنايا هاد الحوالي ديالك؟ هادو ديال الخنيفره. ديال الخنيفره بارك الله يبارك فيهم. شحال عطاوك؟ عطاوني 125 في التفريد وعطاوني 115 جمله. شحال باغي تبيع؟ قلنا 140 اخويا الا جاب الله. 140 تبيع بارك الله. اقومين اخوانينا الاخوان دي صرنديين دي بقرن هاي النحوج اقوم اشتري القبر دي ترم تبارك الله. يا حوريين دي بقرن هنا نعم سيدي النوم 405 كده سوشي ربيع وين هاشا يوزا نتسوى من مشا وستر ان شاء اقوم دينا دي حوريين دي بقرن دي السوق اقومين غال اخواني نوع عرن شوي النوم وشي نزلي 300 و 330 أقاموا في نزلي 330 ونيتا 300 لا لا أقومين هذا الإخواني تورم قبر دوم هنا النوم 210 إذا سفين للتفريد أقومين قبر مش مال النجد تفين مش مال باش أنت يزو 240 إذا غير الزنزير بيع حلو من البركة يا عزيزي ديان عربي في السوق السروال عندي ولاش غير نهار السوق السروال تسمى هذا ساومو هاني ساومو ساومو ربيع جذبي ربيع ودي الشهر حوري نهار يفدو حوري دي السوق يفدو في حوري نهار ودي مش نور السوق يعني عدو حوري موجود السران دي فريكوشي كل شيء موجود نهار كل شيء الأثمينة ما فقط الأثمينة الأثمينة مسبدة الأثمينة فجاء وحلس الأثمينة اسم صار واحد اللي غاش دي نشان لي غراي وذا خانش قديم لي غراي قوز ما صغا حوري ايوا على حساب الثمن اللي جا غير اسم صار قاد لي غرا الثمن اللي جا غير في الجحن خلو الماء ميزيت نص على سكيو ديال القصع هذا خضان مليح ايوا هذا خضان هو اش كان بارك اش حيت ستة وشري 250 تاع على الله هذا يعني فريدا يبدا بشان انزز قبل بارك اقوم الاخواني حورينا تورم قبر نوم هنا جا 350 360 إذا ستي الشنداني تانيت ربيع إنهم زي 370 سنج أقوم شتوالا ميسران ديين دي بقرن تبارك الله حورين دي بقرن نينا أقوم ندي فندم زيان دي قبل بارك أقوم نحضايش نربيع علي إخوان أقوم يجو حوري روح دي باوي تبارك الله تسلم الله ربيع أقوم موجود السلام عليكم ما بعدك سيدي السوق ديال سلوان التمر كاين والحولي ما كاينش زعما شي حاجه راه مزيانه كاين شويه لا مازال ما دخل والو ما دخلش شي حولي زعما الحولي ديالنا هنايا وها ديال البلاد ما الحولي ديال برا ما كاينش سيدي السردي شويه زايد السردي شويه التمر ديالو زايد والسوق زعما حقيقة زعما كاين شوية كاين تما تبارك الله الحولية. كيداير السوق اليوم عمي؟ عيان سوق عشري. كاين شي يبيع كاين شي شراء؟ إيوا شوية الناس قاهرها الغلا والناس مسيرة الناس مسيرة باش ما باعش ما بايعاش. والناس كتزعم تشري ولا والو؟ إيوا شوية ما بحاجة الوقت وصافي الناس دور تبع السنة. السلام عليكم ورحمه الله. اخويا السوق هنا في سوق سلوان كاين الغلا شويه على بالنسبه للعام اللي فات كاين الغلا شويه كاين الغلا الغلا كيبدا من 200 الف فرانك من 2000 درهم 3000 درهم 4000 درهم 5000 درهم يعني هذا العام بالنسبه للمسكين شويه قاصح شويه عليه. السوق كي داير اليوم ديال السوق كيزعموا هذا النهار ما كاينش البيع كان غير كيسول الناس اغلبيه كيسول الناس واه يعني كيسموه يعني بالنسبه لهذا الحولي بالنسبه للحولي موجود ما شاء الله وعاد مازال ما دخلش الحولي يعني مازال ما دخلش مازال ان شاء الله يدخل ديال الداخل ديال يعني النصيحه اللي غتقول للناس انت زعما واش غادي يشريو في الاول ولا في الثاني من الاحسن يخلي بيه حتى التالي يعني مازال السوق ما عرفش واه يقدر تشري بالغلا ويطيح بالرخا يقدر عاوتاني يزيد يكثر على حسب المهم داك الشيء اللي كتب الله غادي يعيد به الانسان ونتمنى العيد مبارك لجميع المغاربه من طنجه للقويره واصحاب الخارج ان شاء الله والله يدخل علينا هذا العيد ان شاء الله بالصحه والسلامه السلام ورحمة الله. الحولي هنايا في هذا السوق رخيص ما كاينش الثمن ما كاينش الغلا كاين الرخا غير اللي ما باش يعيط. هذه حبة شحال عطوك؟ 270 عطينا في التفراد 270
شحال باش تبيع؟ بيع 280. 280 تبيع؟ واه 280 باش كاين. واه. والحولي موجود في السوق؟ الحولي موجود، الخير موجود. الخير موجود الحولي. الناس كتزعم ولا كتشري ولا ما كتشري؟ لا الناس ما كتشريش. مازال خايفة. الناس مازال خايفة، ما بغاتش تشري. كيخليوه حتى السيمانة الأخرى ولا كيفاش؟ العام كيخليوه حتى السيمانة الأخرى، الناس ما عندهمش فين يديروه، ما عندهمش عند من يخليوه، كيخليوه حتى السيمانة التالية عاد باش يشريوه الأخرى. قول لي دابا واش الحولي واش من الأحسن تخليه في الكوري ولا تديه للدار؟ من الأحسن، من الأحسن يبقى في الكوري، ولكن دابا الناس باغية تبيع، باغية تخرج. صحيح. واه. يعني الثمن مقارنة الرأي ديالك أنت مقارنة ما بين السوق والكوري. السوق الكوري الثمن الكوري زايد شويه على حساب الناس اللي كتخليه تما في الكوري حتى للعيد، كيكون زايد شويه الثمن ديال السوق، كيكون طايح. اش هاد الشيء دابا غير خوا الزغت هما ينوع يزن حتى الزغت هي اما شويه الثمن، ولكن تقوس كثار عاد تقوس كثار من رفاق سوا الطز والو حسب خير في درهم 100 فرانك زياده عرفت. لا موجود، خا موجود حوري موجود، تقدر كراوات موجود، ماني ما موجود الا الثمن قاعدوها يخليو ذا المسعه من الخمد اغلب يستغسر كراوات هذا وما تينو عز هاي مي مي متزارج في السوق ضوينا الثمن دي الجن على حار فهم يعني الثمن مخرج السوق الكوري وذي نوالو مش توري غن 86 وذي نوالو كيف كيف الا تكتب تمار انت الدا هو مرس غير تغذى الدا كوري تجي تريني تجي تريني سيمانة امين او مامين هما اللي خويا انا ما نشتري الخبر لهم انه انه مش لسكينه 350 ديال الشيد تبارك الله يا حوري ندير قرانا نشتري الخبر لهم وشي ناس ندايس 350 الف فرنك شحال ربيع عزيزي؟ 90 ديال مناسب اللي قال لكم شي غير يهضر ثمن مناسب راه في بلاصته نيشان كاع تعيد باش قسم الله بالياسر ولا بالقليل من 500 درهم لهنا حولي الخير موجود. 5000 درهم 6000 درهم 5000 الخير موجود غادر هذه غادر. غادر 350 300 200 260 270 هذا الماركه هذو 360 اللي راهم قدامي هذا حولي يفوت 40 كيلو. قوم الاخوانين يتوالوا من دقي بردوم انهم وشيناي 240 الشيل يعني سكور نيوم 240 شحال التفريد؟ 270 التفريد 240 جمله 270 التفريد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اش تسير الحاج؟ مشيت زي فرنسا. تبارك الله. واه نعم. تبارك الله. تسير الحاج باش تبيع السوق نهار كذا السوق النهار إذا وفي غيب الدير خويا الزغاز بزاف، غير شوية تدي شوية النقلة. دني الفرق بزاف ماشي دابا. سيدي على حسب ما ينوي غنمشى الزغاز، ما مخف عيد غداين تتبع هذا. وفي غير حال 100000 زياده. يا عم مش كواري في بلاد ما تزعم انا صغار ما بلاد ما. وا الخوا الله يحسن العون كل يجينا داير حق القد النساء وما مكغاني مكغانيني يدياني ودان الله يحسن العون يا غير خاص نحير. ايوا يدياني ودان نشيل. حوري حوري موجود السوق. حوري واسين حوري قعايد وسيغ النهار اذا السوق مزوارو. واري حوري شويه شويه واه ماشي حتى يعني نقصوا حوري عاود ودي بول مليح مزيان يضعف حوري باريدي شيء ما يعجب شيء حال انت لا قليل لا بلاك مستبرد شي ولا ما بداش تصغد تزعم اني غير جنرينكا ايوا شوف كل واحد على حساب يدي حد يقرا سما رنكاله ديري وحوري واحد شوارتي سا دي با منجي اشكوا سائر غاشي غادي يري تبارك الله بالبركه البركه ان شاء الله ان شاء الله غير انا الاخوان قوم نيوض يعني اكبر حوري في السوق يعني غادي انه فادي مقرن ديال السوق ديال يعني الثمن سكساي انهم 500 الف فرنك بسرنديين مش تبارك الله ديال مقرن تورم تورم كبر نو حوري ديال مقرن تبارك الله ما دارش